مشاهدينا الأكارم، واصلين برنامجنا اليومي يا صباحي كالعادة والمعتاد مع مختلف الفقرات والضيوف اللي راهم حاطين رحالهم في الاستوديو. دون إطالة نرحب وإياكم بالأخصائية النفسانية وسيلة حمدي اللي راح ترافقنا صباح اليوم في موضوع مهم جدا، وهو موضوع الفصل الثالث، ضغوطات نفسية وخطوات للتقليل منها. أهلا وسهلا بك. صباح الخير يوسف. صباح الخير مشاهدين الكرام. إذا مشاهدينا الأكارم نروح إلى فاصل صغير ولنا عودة. إذن مشاهدينا الكرام، كما قلنا لكم وكما خبرناكم لنهار اليوم، أكيد الناس اللي عندها أطفال، عندها خاوتها، عندها ناس قراب منها راح يجوزوا امتحانات نهائية وحتى ليرجعوا إلى مقاعد الدراسة. بالنسبة للأطفال يعانوا من ضغوطات نفسية بمختلف، خليني نقول غير متساوية، مختلفة من شخص إلى آخر. أكيد مشاهدينا الكرام راح نتعرفوا صبحت اليوم على كيفاش نقلوا من هذه الضغوطات وكيفاش نقدروا نسيروها ونسيروها. بداية الفصل الثالث هو أقصر فصل في السنة، والعودة من جديد إلى مقاعد الدراسة. كان العيد، كان رمضان، الناس ما كانتش لاتية، ربما الشباب أيضا ما كانوش لاتين، ولكن نرجعوا وبقوة لأنه مجبرين لا مخيرين، أليس كذلك؟ أكيد. كما سبقت قلت يوسف، الفصل الثالث ولا الفصل الأخير هو من أقصر الفصول الدراسية، وهنا راح نلقاو أنواع كثيرة من التلاميذ اللي نلقاوه كان دام يعني دو بون موين في الفصل الأول والثاني، وراه مرتاح الفصل الثالث وراه يعني يدرس بصفة عادية، وكاين اللي الفصل الثاني ولا الفصل الأول كان عندهم يعني نقاط اللي خلاتهم سلبية اللي خلاتهم هذا الفصل يتقلقوا شوية ويدير يدوب لي زيفور، يعني يخلوا لي زيفور تاعهم يكونوا. اسمح لي فقط نقاطعك في هذه النقطة تحديدا، الناس اللي دات نقاط سلبية أكيد جوزت فترة عصيبة جدا، ما تخيلوش أنه كانوا يضحكوا ولا يلعبوا فبالتالي راهم ناسين، ولكن حقيقة تلعب على المورال ولا على، خليني نقول، على الأعصاب، يبقوا على أعصابهم حتى العودة من جديد إلى مقعد الدراسة حتى لو ما بينوش. أكيد، وخاصة كي نلحقوا للفصل الثالث هنا، إذا كان الإنسان يعني درس وما لحقش ولا حتى ما درسش ومن بعد ندم، فهذا الفصل راح تلقى أنه هذوك التلاميذ تلقاهم يعني في فترة من القلق والتوتر، خاصة إذا كانوا هما متوترين وقلقين على النقاط تاعهم يعني وعلى النقاط تاعهم والنتيجة اللي راح تكون، وكذلك الستريس والقلق والتوتر اللي يكونوا فيه الأولياء ويحولوه للأطفال تاعهم. اللي يزيد ضغط فوق الضغط على الأطفال. يلا نروحوا نبداو باش نقسموا الموضوع الى جزئين، نبداو الى التلاميذ اللي ما حصلوش على نتائج ايجابيه خلال الفصل الاول او الثاني، وبالتالي راهم يعانيوا في هذه الفتره من ضغط الاهالي ومن تانيب الضمير، ربما يقول لك انا ما قريتش ما نجحتش. كيفاش نتعاملوا مع هذا الاطفال خاصه انه ما يعلنوش ولا ما يعرفوش يعبروا باللي راهم قلقين من النتائج، وبالتالي نشوفهم حزينين، نشوفهم تغير ايضا ربما طريقه التعامل مع الاولياء تاعهم، تلقاهم ستريسيين يعيطوا، ونشوف ردات فعل غير طبيعية لهذه الفئة. كيفاش نتعاملوا معهم؟ يوسف، انا نلاحظ يعني في العياده نلاحظ الاولياء، كاين دي كاتيجوري، كاين اولياء اللي بعد ما الابن تاعهم ما يديش مليح يولي ما يتحدثش معاه، يكون يدير الرياضه يحبس له الرياضه، يكون يدير نوع من يعني كانت عنده هوايه يحبسها له، وراح يخليه يعني دون اون بينيسيون وين ينحي له كل شيء. وكاين اللي أولياء اللي يحوسوا ويبحثوا علاش أنا وليدي على الرغم أنه كان عنده كل شيء وعلى الرغم أنه كان يدرس وما داش نقطة مليحة، وهذه هي الطريقة الصحيحة، لأنه الطفل هنا الدراسة أكيد هي شيء مهم يعني في الحياة تاع الطفل وحياة الإنسان، ولكن هي من بين الأشياء المهمة اللي راح تساعده أنه يبني شخصيته ويبني مستقبله. إذا كان اليوم ما كاش غير المحامي وما كاش غير الطبيب، كاين يعني دي ديفيرونت سبيسياليتي، اختصاصات مختلفة اللي نقدروا نوضعوا فيها الطفل. وحتى كي نتحدثوا على يعني الانتيليجونس ولا الذكاءات، هناك ذكاءات مختلفة، كاين الذكاء اللي عنده في الرياضيات، كاين اللي عنده في الفن، كاين اللي عنده، ما نقدروش نكونوا عندنا الطفل يدي مثلا 17 16، ما يعنيش انه هو ذكي. وكي نروحوا نقيسوا لو كونسيو انتيليكتوال ولا درجه الذكاء عنده، هو ذكي بطريقه يعني لازم نعرفوا كيفاش يعني نستثمروا في هذا الطفل. كذلك الرياضه راح تساعده
انه يكون عنده ضغط اقل، توتر اقل، تخليه كذلك يتعلم لا ديسيبلين. يعني هنا العقاب اللي نستعملوه اللي يستعملوه الاولياء نقدر نقول انه خطا، ولكن اذا كان قلق وتوتر نتيجه للنقاط اللي داه، لازم نروح نشوفوا الطفل تاعنا واش هي الحاجه اللي خلاته ما داش مليح. مثلا من بين المشاكل اللي يجوني، هناك اطفال يتعرضوا للتنمر في القسم وما يقولوش للاولياء تاعهم في المدرسه، في المنزل عفوا، يكون يدرس عادي، يكون يدير المراجعه تاعو عادي، ولكن كي يروح للقسم ما يحبش يدرس، ما يحبش يلقى روحه في مكان هو ما يحبوش، وما يحبش يقول الاولياء تاعو انه يتعرض في وضعيه دفاع ربما اكيد، ويكون يتعرض تنمر. ما نقولوش انه غير في البريمير ولا في الابتدائيه، كذلك في المتوسطه وفي الثانويه، يحس انه ماهوش محبوب من بين التلاميذ اللي راهو معاهم. كذلك يكون عنده مثلا مشكل مع أستاذ معين، المشكل هذا أنه مثلا يكون ما يفهمش في مادة معينة وحده، يحس أنه إلي غشت، يعني حاطينه على جانب لأنه ما يعرفش مليح هذه المادة، تلقاه أنه يخفق دائما في هذيك المادة. هنا على الأولياء أنهم أولا يبحثوا في المشكل، يقعدوا مع ولدهم ويبحثوا في المشكل، خير من اللي يلوموا الطفل على النقطة تاعو. هنا كيحس الطفل أنه الأولياء تاعو فهموا علاش صرا هذا المشكل، حتى واذا كان يعني رافق اصحاب سوء، نبداو نبحثوا علاش هو تحدثنا في الحصص السابقه انه مثلا اذا كان يدور مع اصحاب اللي يكونوا مثلا ماشي ملاح هنا، او حاب يثبت شيء، يثبت يكون ثقته بنفسه شويه ويحب انه يثبت انه نقدر نكون كيما هما. هنا لازم نروحوا نصحوا المشاكل اللي يكونوا عند الطفل تاعنا، خير من اللي نلوموه ونبعدوه، مثلا نقولوا له دبر راسك قرا ولا ما تقراش، ولا نخلوه انه يحس روحه غشتي وما اعتنيناش بالمشكل تاعو. للاسف يقول انه الاولياء تاعي هما اللي قراب لي وهما اللي ماذا بيا انه يفيقوا، حتى واذا كان يدير شيء يعني اللي يكون خارج التربيه اللي رباوها الاولياء تاعو، يكون ماذا به انه الاولياء يحسوا ويفيقوا بهذاك الشيء باش يقدر يبتعد، باش يجبدوه الاولياء تاعو، يطلب النجدة ربما، ما يعرفش فقط يقولهم عاونوني لانه يخاف. يلا نقطه مهمه ايضا اشرت اليها من خلال حديثك، وهو المساحه او الفضاء اللي نمنحوه للطفل من اجل ربما تقليل الضغط عليه، هو ايضا طريقه العقاب الصارم، قلتي طريقه خاطئه في التعامل مع الاطفال، وشنو هي المساحه اللازمه اللي لازم نخلوها للطفل في التعامل؟ هل نخلوه على طبيعته وكانه ما صرا والو، او فقط نعطوه مساحه ولكن مش كما اللي كانت قبل ما يرسب ولا ما ينجحش في الامتحان؟ هي اذا كان باش نحسوه يعني بانه راك اخطا، العقاب لازم يكون كما نقول دائما، يقولوا لي كي يشوفوني مختصة نفسي يقول لا لا انا ما ندير والو، لا لا ماشي ما ندير له والو، نديروا له يعني نعاقبوه، ولكن العقاب يكون بطريقه صحيحه. اولا راح نبينوا الموقف تاعنا، مثلا هذا الطفل فصل كامل احنا نقول له روح تقرا روح تقرا، ولكن ما قراش، ما دارش ديزيفور، هنا اوتوماتيكمون راح نبينوا له انه احنا رانا زعفانين عليك، ولكن زعفانين عليك من واش؟ لازم يعرف انه لاننا نقعدوا ونتحدثوا معاه، اسكو انا كي طلبت لي ندير لك مثلا لي كور ما درت لكش، درت لك كي طلبت لي ادوات معينه شريت لك، انا واش كنت طلبت منك؟ طلبت منك انك تدرس، هل درست؟ هو الاجابه تاعو راح يعرف اسكو درس ولا ما درسش، ما درستش وعلاه؟ كان على باله لاتي بحاجه معينه، مثلا هاتف، مثلا لي ريزو سوسيو، اللعب. هنا واش لازم نديرو؟ انا خليتك على راحتك، ولكن اليوم تليفون مثلا راح ينزع. هنا الاشياء اللي ضر الطفل ماشي اللي تزيد له، مثلا الرياضه نحو له، احنا كونتخيغ الرياضه كانت تساعدنا في لا ديسيبلين تاعو، كانت تساعدنا في خف نخفضوا له الضغط تاعو، ما قدروش نحو له، ولكن الهاتف، الالعاب، يعني نخلو هو يكتشف الحاجه اللي ادت الى رسوبه وها نعاقبوه نحوها له لنقصوا له منها. اكيد، وهذا راح يكون بالحوار، هو وحده راح يعترف انه، ولكن اذا انا وحدي قد قعدت نتحدث برك، نعرفوا الاولياء انهم كما يقولوا لي بديت غير نعيط ونقول هاوليك هذه اللي لحقاتك وهذه ماشي انت اللي ديسيدي، خليه هو يفكر، هو يعترف، هو يعترف انه هذا الشيء هو اللي خلاه انه ما داش مليح. هنا راح نتفقوا مع بعض انه انت
كان هذا هو الخطا تاعك راح ننزعوه وراح نعاودو نولو في هاد لي فاكونس هادوما ما يكونش عندك نفس الحقوق كيما اخواتك مثلا اللي داو معدل مليح. جميل. ولكن ما راحش يكون ديفينيتيفمون هاد الشيء، راح تبدا تدرس وتوجد روحك للثوازيام تخيل باش يعرف باللي الهدف انه باش ينجح وانا انت ماشي ما نحبكش وكونترير واش راني ندير لانه نحبك وحبيت لك مستقبل مليح وهذا الشيء راح ينفعك انت ما راحش ينفعني انا. او جاي الصيف يعني وجاي لي فاكونس الطوال اللي راح تاخذ فيهم راحتك، اذا كان انت لقيت يعني درت دي زيفور انا راح نشوف لي زيفور اللي ديرهم ماشي للنقطه، شوف انك قريت وجربت وهذاك هو لو نيفو تاعك معليش، المهم نشوف لي زيفور اللي درتهم. ابخي كاين عطله الصيف اللي راح تستمتع فيها، ولكن اليوم انت درت يعني شيء اللي كان زعفني وزعف الاب ديالي. يلا نروحوا الى الشق الثاني من الحوار واللي لازم نشير اليه بما انه راكي دائما معنا في الاستوديو، اكيد انه راح نعالجوه في مواضيع لاحقه وراح نواكبوه نقطة بنقطة، ولكن مهم جدا نشير إليه خاصة أنه الطلبة اللي مقبلين على اجتياز امتحان أساسي ولا نهائي كما طلبت سانكيام ولا طلبت ربما البكالوريا ولا شهادة التعليم المتوسط اللي هما تاني يعانوا من ضغوطات كبيرة. نشوفوا في هذه الأيام الأخيرة ربما الشباب يديروا ديكريز ولا يطيحوا ويتغاشوا وينصرعوا، ضغط كبير عليهم، الوالدين ما يعرفوش يتعاملوا معهم خاصة الناس اللي عندهم وليدهم أول مرة ولا الوليدهم الكبير اللي راح يجوز، هاد الناس واش تقدري تقولي لهم ولا كيفاش يتعاملوا مع اولادهم؟ يوسف انا نقول لك باللي اكيد انهم راح يشوفوني لي باسيون اللي عندهم خاصه البكالوريا وراهم يجوا. انا كنقول باللي نديروا تحضير نفسي للاجتياز امتحان بكالوريا ولا المتوسط، كاين بزاف اللي يعلقوا يقولوا انه احنا جوزناه عادي وما كاش مشكل، كيفاش اليوم ولا كاين كاين تحضير نفسي؟ انا نقول لك يوسف اليوم راهم يجوني دي باسيون الاولياء تاعهم ولو يقولوا معليش الباك معليش ما نسحقش الباك، المهم صحتك النفسيه، المهم انك تكون بيان، اذا كان انت في صحتك النفسيه راحت واش راح نديروا بالبكالوريا؟ لانه علاه قلنا بلي الفصل قصير يعني العدد التنازلي بدا هنا، التلاميذ ولاو تعلموا شيء انهم بداو يتعلموا بلو بورسونتاج، انه كل واحد يجي يعالج يقول لي انا راني افونسي ب 30% ب 40% الوغ كو هذا كامل اسكو يكفيني الوقت، هنا راح يبداهم ضغط كبير. وكما كل حصه نقولوا انه احنا كامل بري ديسبوزي لان تروبل، يعني احنا نكونوا عندنا واحد القاعده تكون شويه عشان نقدروا معرضين يعني الاضطرابات النفسيه. هنا كاين بزاف من خاصه تاع البكالوريا اللي عندهم، لانه علاش في البكالوريا على بالنا اننا راح يحدد لنا لافينيغ تاعنا واش راح ندرسوا كاختصاص، هنا القلق والتوتر يكون اكثر. يقولوا لي نلقاهم انه عندهم اضطرابات القلق، اضطرابات خاصة الوسواس، الأفكار الوسواسية، ما قريتش ماني بعيد ونسيت ما يكفينيش الوقت مانيش رايح نلحق، وهنا كل ما يرفد الكرسي تاعو يلقى روحه يعاود يولي للوراء. ولكن الحمد لله كاين هناك تقنيات اللي هي كتقنية الاسترخاء، تقنية التنفس البطني، لو بروغرام اللي نعاودو نعالجوه مع لو باسيون، نسقمو هذاك لو بروغرام تاع كيفاش نقرا وكيفاش ندي لابوز تاعي، لأنه علاش الخطأ اللي سقطوا فيه وكيما تحدثنا على الأطفال الصغار راح نتحدثوا عليهم، تلقاهم يكونوا يمارسوا الرياضة ويكونوا عندهم روتين مليحة، غير ما تبدا الدراسه راح يحرموا روحهم من كل شيء. يعني هذاك لو ستريس ما كاش وين يروحوا يخرجوا ولا يشوفوا صحابهم، ولا ملي يدخلوا الصباح حتى العشيه وهما في لا شامبر ديالهم حتى الاكل يجي حتى لا شامبر تاعهم يعني للغرفه تاعهم، هنا هذا الضغط يزيد، ولكن او ميم طون ما كاش وين يفرغوا هاد الضغوطات النفسيه ديالهم، هنا كل ما يزيد وما يعرفوش واش يستعملوا لهاد يعني كتقنيه انهم باش يخفوا من هاد الضغط والتوتر، وهذا الشيء يخليهم يعني ستريسي فوق لازم. كيما نعرفوا انه كامل كي جزنا على امتحان البكالوريا تلاقينا بالناس اللي تغاشات وتلاقينا بالناس اللي كانت تعيط وتبكي، هنا لانه نفسيا ما تحضروش مليح، لانه مثلا ما كانش عندهم نظرة على هذاك النهار لو سوجي هذاك اللي راح يخلعهم.
وهنا من يعني أنا أقول منها ربما اسمح لي نقاطعك، أنا أقول باللي دور الأولياء مهم جدا في المرافقة هذه الأيام تحديدا، هو اللي يخلي الولد إلى راح يستريسي إلى راح ينجح أيضا ولا لا، لا لأنه مهم جدا الإنسان يروح محضر نفسيا. أكيد على بالك هذا العام بالذات لاحظت أنه الأولياء ولو يعرفوا يتعاملوا مليح مع من أكيد قبل بعد الحملات التوعوية اللي نقوموا بها والإعلام اللي يحكي كل مرة، ويعني إحنا يا خاصة برنامج شروق مورنينغ نخصوا فترة كبيرة لمرافقة طلبة التعليم المتوسط والبكالوريا عندها دور كبير. الاولياء ولاو يتوعوا ولاو يتابعوا ولاو يحوسوا دوك، انا شي سور كو الان الموضوع راح تلقى اولياء بزاف أكيد. يتبعوا هذا الموضوع، وعلاه تلقى الام كي تجيب لك ولدها تلقاها ماهيش، ولا حتى الاب راهم يجوا يعني الاب والام ما همش يديروا واحد الضغط على يعني الاطفال ديالهم، تلقاهم باللي حتى في الكلام تاعهم يعرفوا كيفاش يتعاملوا معاه ويخفوا له من القلق التوتر، وبما انه وحتى راهم يحوسوا كيفاش يلحقوا لهذيك الراحه النفسيه اللي تخليهم معليش يبينوا لهم انه البكالوريا ماشي يعني شيء اللي يخليهم حاجه كبيره واللي يرفعوهم حتى للدقيقه الاخيره. وهنا نقول لهم حتى انا بما انه تحدثنا على المشاكل اللي يكونوا يعني ولي رياكسيون يكونوا شويه يخوفوا عند هاد لي كانديدا، ولكن ما يعنيش انه كلهم يصابون بهذا الشيء، لازمهم برك يعرفوا كيفاش يتجاغ القلق والتوتر تاعهم، كيفاش يتعاملوا مع هذا القلق وراح يفوتوه عادي. شكرا لك وسيلة حمدي على المرافقة للبرنامج والمرافقة أيضا للناس اللي راح تجتاز شهادة البكالوريا، وربي ينجح الجميع. أكيد راح نتلاقاو في أعداد أخرى، وأكيد وسيلة راح نخرجوا معك خرجات ميدانية لتغطية مختلف الأنشطة اللي تقوموا بهم للطلبة وترافقوهم يعني في عديد النقاط كما كل عام، يعني تقدموا العديد من الخدمات للشباب اللي نتمنى لهم كل النجاح والتوفيق. شكرا لك مرة أخرى، وأكيد راح نكونوا حاضرين معك وسيلة وتكوني حاضرة في الاستوديو.